السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نعمل لكم الفيديو هذا كهدية للإخوة المبتدئين في الحمام الزاجل واللي ما عندهمش خبرة وقلة معرفة. حبينا نعمل لهم الفيديو هذا باش نعرفوا تقريبا شنية المواصفات اللي يمتاز بها الحمام الجيد. باش كي ناخذ حمام ولا حاجة نعتمدوا على المواصفات هذه تعطينا تقريبا مش 100%. الحاجة الوحيدة تعطينا 100% هي السباقات. تقريبا اول حاجه ننصح الاخوه المبتدئين كي ياخذوا الحمام ما ياخذوش على الكولار. اللي يحب ياخذ حمام كولار وكل شيء يمشي يربي حمام الزين. الحمام هذا الميزه نتاع القدره والتحمل والملاحه الجويه مش جمال. ناخذ الحمامه يلزم الفورش نتاعها، فورش بارك تحت الصدر هذا حتى للمخرج، تحت الصدر حتى للمخرج هني. هذه يلزم يكون قريب، يلزم العرض نتاع صبع، نحط صبعي العرض نتاع صبع ولا اقل شويه، يلزم يكون مسكر. خاصه الذكر يلزم يكون مسكر اكثر من الانثى، الانثى تكون طويله شويه مش مشكل، المذكر يلزم مسكر. يعني جول الصدر، الصدر هذا يلزم يكون مسقم، نمشي معاه صباعي هيك ما يكونش فيه تعويج، يكون مسقم. هذه حاجه. ثاني حاجه الجناح، العظم الاول نتاع الجناح، العظم الاول نتاع الجناح لازم يكون اقصر ما يمكن. العظم الاول نتاع الجناح هذا الاول خلاص يخرج الخرجه الاولى نتاع الجناح، وبالتالي هذا من هي لازم يكون متين شويه من هنا في الفاصل هذا، لازم يكون متين شويه. علاش؟ هكا الميسكل نتاع الحمامه. جو الذيل لازم يكون يسموه بالفرنساويه كو دو بليم، كو دو ستيلو، لازم يكون صغير الذيل نتاعو، ما يكونش الذيل محلول برشا. جو كيف نعملوا للحمامه هكا، ركزوا معايا، سماها بالون دو ريغبي، يلزم كيما الكره نتاع الريغبي تكون محلوله، الظهر لازم يكون عريض ويمشي ويقصار. بالتالي نجو هنا الكلاوي وين اللي غا، كي نضغط هكا، كي نضغط الذيل يزمه ما يتحلش، كي نضغط هنا الذيل يزمه ما يتحلش، يزمه معناه يقول لك حمامه عندها لغا، عندها الكلاوي، تنجم تطير مسافات بعيده، فهمتني؟ بالتالي نجو للجناح. الجناح شوف الديكالاج هنا، شفت هذا يلزم ثم ديكالاج من هني، يلزم ثم ديكالاج، فهمتني؟ هذا مطيح يبدل ما يوريناش بالباهي، مي يلزم ثم ديكالاج بيناتهم. ثم برشا اخوه يجي الجناح يقول لك هذا مسافات طويله، هذا مسافات قصيره، راهي النظريه هيك ضعيفه، نظريه ضعيفه ماهيش بون. ثم اجتهاد من برشا مربيين يعرفوا، ثم اجتهاد ويقول لك الحمامه هذه، لكن ماهيش 100%. مثلا يعطيك ساعات ثلاثه 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 ثلاثه، يقول لك مسافات قصيره، ما ثم ثلاثه ثلاثه يمشي مسافات متوسطه مسافات بعيده، وعندك اثنين 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 يمشي كل المسافات. بون هذه معناها كيما قلنا ماهيش 100%. لا اله الا الله محمد رسول الله. نجو للعين، العين راهي ما يعرف، راهي معناها موضوع معقد برشا وماهوش بالعين المجردة نعرفوا العين. العين نعرفوا جيست الحاجب، الحاجب الباج ولا الحاجب قري، فهمتني؟ اكثر من حاجب معناه ما يورينا شيء. ولا اله الا الله محمد رسول الله. شنو اخر ظهر لي والله معناها حاجات تقريبا باش نعرفوا بهم. ولا اله الا الله محمد رسول الله. حاب نوجه تحيه للاخوه، الاخ ازولاي في المغرب، والاخ يوسف مغربي في بلجيكا، صراحة موسوعة من المعلومات. وننصح الإخوة أنهم يتابعوا الفيديوهات نتاعها خاطر يوري في حاجات باهية، وقاعد يجتهد وقاعد يقدم في الإضافة.
وماذا بيا معنا الاخوه اللي يشوفوا الفيديو هذا ما يعملوش كي كان جام، يعملوا كومنتار. ما سالش الاخوه معنا اللي عندهم خبره واللي مربين كبار، حطونا كومنتار نقبلوا النقد ما سالش، باش نحسنوا وباش حتى احنا ما نوصلوش معلومه غلطه للناس قاعده اللي قاعده قاعده كيف باديه. ونتمنى معناها من الرياضة هذه تتقدم في الوطن العربي خاصة في شمال أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.